گردهمایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. سخنرانی و پیام‌های هدی جمال عبدالناصر از مصر، ژنرال اسعد از سعودی و قالیه رحال از سوریه، احمد جارالله از کویت، ماریا معلوف از لبنان، آمال از دبئی از یمن و دکتر محمد الشیخی از عراق. أثبت الشعب الإيراني أنه قادر على الثورة، فما موقفه الحقيقي من الحكم الحالي؟ هدی جمال عبدالناصر، نویسنده و روزنامه‌نگار مصری، فرزند جمال عبدالناصر فقید، در پیام کوتاهی به گردهمایی جهانی ایران آزاد ضمن بررسی موقعیت جامعه ایران و اقدامات سرکوبگرانه رژیم طی 41 سال حاکمیت آخوندها به ویژه علیه زنان، با یادآوری قیام مردم ایران علیه حاکمیت آخوندها و حضور فعال آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندی گفت: مردم ایران ثابت کردند که می توانند انقلاب کنند. وی سپس با یادآوری فروپاشی اقتصادی نظام آخوندی و حاکمیت فقر و بیکاری در ایران تأکید کرد: برای مردم ایران موفقیت و عزت در یک نظام دموکراتیک آرزو می‌کنم. نظامی که منافع ملت را محترم بشمارد و مساوات را بین مردم محقق کند و این کشور را در مسیر ترقی قرار دهد. و اختم هذه الكلمة القصيرة بأن أتمنى للشعب الإيراني كل توفيق وعزة في ظل نظام ديمقراطي يراعى مصالحه ويحقق المساواة بين أفراده ويرفع من شأن بلدي ويضعه في المكان الصحيح الراقي. سعيد دکتر محمد الشیخی، رئیس مرکز ملی عدالت در لندن، در پیامی به گردهمایی جهانی ایران آزاد گفت: خیلی خوشبختم که به خواهران و برادران قهرمان اشرفیم وصل شدم و با آنها به خاطر فداکاری‌هایشان طی سالیان طولانی حاکمیت نظام آخوندی درود می‌فرستم. ما با شما در یک سنگر هستیم، سنگر ضد دیکتاتوری، و مطمئنیم که سر افعی در تهران به همراه تمامی سرانگشتان خونخوارش در نقاط دیگر مثل عراق و دمشق و لبنان و یمن کوبیده خواهد شد. در این صورت تمامی این سازمان‌ها و گروه‌های وابسته به آن نیز خشکیده خواهند شد. همه ما به خاطر اصول شرافتمندانه و علیه جنایاتی که رژیم آخوندها در تهران و بقیه کشورهای خاورمیانه مرتکب شدند مبارزه می‌کنیم. این رژیم فقط با این جنایات و خونریزی‌ها و با صدور بحران به خارج بر سر پاست. اما این جنایات جامعه ایران را تبدیل به یک آتش فشان جوشان کرده است که به زودی فوران خواهد کرد.
این رژیم هزاران نفر از مجاهدین خلق را به جوخه های اعدام سپرده و با هر چه که در توان داشت ساکنان اشرف را در عراق کشتار کرد. به خواهران و برادران قهرمان اشرفی که با دستهای خالی در مقابل تانک های مالکی صف کشیدند و خونشان را نثار کردند درود می فرستم. تمامی شواهد بیانگر این است که رژیم خونخوار آخوندی در حال سرنگونی است. ما تا سپردن این رژیم به زباله‌دان تاریخ و پایان همه قانون شکنی ها و نقض حقوق بشر و استقرار عدالت و آزادی در ایران در کنار مردم ایران و مقاومتشان ایستاده ایم. سينهي هذا النظام الدموي وسينهي الانتهاكات وسيحقق الحرية والعدالة لكل شعوبنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في المعارضة الإيرانية البطلة، في كل يوم يستفيق العالم على جريمة إيرانية تتمثل في نوع من أنواع الإجرام والإرهاب الذي يمارس هذا النظام المجرم في إيران، فيقوم بإرسال السلاح إلى ميليشيات وعصابات في كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان ودول أخرى أيضا، ويمارس شتى أنواع القتل بحق شعوب هذه الدول. وعلى الطرف الآخر أيضا يقوم بتصدير المخدرات لقتل الشعوب في كل دول العالم. ولا ينسى أحد أبدا الإعدامات اليومية التي يقوم بها هذا النظام المجرم في طهران، حيث يمارسها بحق الشعب الإيراني الصامد الصابر المحتسب. وأنا كسوري أحمل هذا النظام المجرم في طهران مسؤولية قتله مليون من السوريين وتشريد الملايين وتهجيرهم وتدمير بيوتهم ومنازلهم وحرمانهم من عوائلهم وأهلهم، بل أحمله مسؤولية تدمير سوريا بكاملها، فقد جلب آلاف العناصر الإرهابية من كل صوب وحد ودعمهم بالسلاح والمال، ولو كان تقديم هذا المال على حساب عيش ولقمة عيش الشعب الإيراني منذ 10 سنوات، وهو يقوم بدعم هذا النظام المجرم في سوريا بشار الكيماوي وعصابته، كما يقوم بدعم كثير من العصابات في دول المنطقة. ومنذ 40 عام هذه المنطقة لم تعرف الهدوء أو الاستقرار. من هنا أخوتي وبهذه المناسبة الكريمة والعزيزة علينا جميعا أبارك لكم صمودكم أيها المعارضة البطلة، وندعم أهدافكم في التخلص من هذا النظام المجرم الاستبدادي الذي يصدر كل أنواع الهراب للعالم، ونشد على يديكم لإعادة الحرية للشعب الإيراني وتخليص المنطقة من هذه المنظومة الإجرامية الاستبدادية التي كانت لهذه الشعوب كل أنواع الإجرام والقتل. ونبارك لكم مرة أخرى وإلى المزيد من التقدم والانتصار ورفع راية الحرية والكرامة في دمشق وطهران على حد سواء. غالية رحال، سوريا، كفرنبي. بداية أشكر دعوتكم لي لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، وأتمنى لها الإثمار في مسار التخلص من حكومة وقانون فاسدين. مارست حكومة الملالي كافة أنواع الظلم والقتل على شعبه، وتمدد ظلمه ليصل إلى ثورتنا السورية وفي العراق أيضا. نحن نرى في الحكومة الإيرانية هشاشة وضعف باستخدامها كافة أنواع الأسلحة لمنع ممارسة الحريات بكافة أشكالها. ليس مستحيلا أن يحقق شعبا أبا الذل أن يكون حرا وأن تكون بلاده تحت سلطة عادلة يحكمها الضمير لا القانون. وليس حلما على هذا الشعب أن يبني روابط من التآلف والمحبة
مع شعوب الأخرى التي أوذيت بسبب تلك الحكومة وبسبب همجيته وعنفه وعنصريته. وليس مستحيلا لمعارضة تترأسها امرأة حكيمة واعية مثل الأخت المناضلة مريم رجوة أن تثمر جهودها بتحقيق المساواة والعدالة وبناء علاقات مبنية على المحبة والعدل بعيدة عن العنف والعنصرية والتعصب الديني والظلم. ليس مستحيلا أن نحقق السلام والمحبة إذا عرفنا طريق السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه الدعوة الطيبة من الأخوة في المعارضة الإيرانية. شكرا وألف شكر. ما عساني أضيف إلى جانب ما قال هؤلاء القادة الشجعان وهؤلاء الرجال المختارين بشكل جيد لحضور هذا اللقاء الافتراضي. لقد قالوا كل ما يفترض أن يعمل لهذا النظام الآيل للسقوط في إيران. ليس لدي ما أضيفه سوى بعض العواطف أتكلم فيها كابن للإقليم كابن للمنطقة، عارف مشاكلنا مع هذا النظام المتخلف في إيران. أيها السيدة الجليلة مريم رجوي وفريقها العظيم، في إيران على حد علمي أن الشعب الإيراني يفترض أو يراك كخشبة إنقاذ له من هذا النظام المزعج، بل وفي العالم العربي وفي عالم الجيران لإيران يرون فيك أيضا وفريقك العظيم خشبة إنقاذ للمنطقة من الدول الذي كدر صفو أمنها هذا النظام المتخلف في الجمهورية الإيرانية والتي أتى وأمام بتعاليم مرجعية عفى عليها الزمن. السيدة الجليلة مريم رجوي وفريقها العظيم، النظام في إيران آيل للسقوط، وسنحتفل السنة الجاية برئاستك على الجمهورية الإيرانية في طهران، وسنكون سعداء جدا عندما تتولى امرأة بهذه الثقافة العالية أمر دولة مهمة لها جيران مهمين مثل إيران. لقد مد أذرعه لمكانات كثيرة وطرح أحلام لا يمكن أن تتحقق له، وأزعجنا بهذه الأحلام. ونحن الآن ننظر إليك يا سيدة مريم رجوي وفريقك العظيم أن تنهوا هذا النظام المزعج في منطقتنا. نريد أن نعيش مع الإخوة مع الشعب الإيراني العظيم كما كنا في قبل 40 أو 50 سنة كانوا يتنقلون. الآن احنا أمامنا دولة أو شعب معزول بسبب تصرف نظامه، ولعله من حسن الصدف
سيدة مريم أن في اليوم اللي ينعقد مؤتمركم الافتراضي هذا في ثورة الآن واحتجاجات داخل إيران، كما أنه يأتي بعد تدمير عدد من المنشآت الذرية والعسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني المزعج لهذه المنطقة ولهذه الدول الجيران له. إننا نتطلع لليوم الذي يسقط فيه هذا النظام وتتولى مهام الدولة الإيرانية السيدة مريم رجوي وفريقها العظيم الذين استطاعوا أن يجلبوا عواطف العالم لهذا المؤتمر الافتراضي، ويأتي الحديث على مرمى مطالب الناس. لقد مارس هذا النظام تجارة المخدرات، مارس النظام تجارة تبييض الأموال، مارس القتل، مارس الاغتيالات. احنا منتظرين ان نرى سقوط هذا النظام السقوط، ولكم الشكر ولهذه المقاومة أو المعارضة النجاح الذي نتمناه من قلوبنا له. بوشك. أتشرف أن أكون بين عدد كبير من البرلمانيين والشخصيات السياسية الدولية المرموقة في هذا المؤتمر من أجل إيران حرة. لقد كان العام الماضي وأيضا النصف الأول من هذا العام شاهدا على نجاح المعارضة الإيرانية وتأثيرها في العديد من الأحداث المهمة داخل المشهد السياسي الإيراني، فقد اندلع احتجاجان رئيسيان عارمان هزا أسس النظام الإيراني وأركانه، حيث أوقف المدعو خامنئي الاحتجاجات عندما أمر قوات الحرس بقتل المتظاهرين الذين توفي منهم ما لا يقل عن 1500 محتج، معظمهم من الشبان والشابات خلال حملة القمع. لقد كان عام 2019 وما مضى من عام 2020 عام الإرهاب الممنهج من نظام الملالي تجاه الشعب الإيراني. الناس في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية. النظام الإيراني مستمر في انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان، انتهاكات تستهدف كل أطياف المجتمع، سواء كانوا سجناء أو ناشطين أو كانوا أساتذة أم طلاب أم صحفيين أم سياسيين. سيداتي سادتي، الرئيسة مريم رجوي، أنا وغيري بينكم اليوم لأجل أن يعلم الشعب الإيراني بأن لديه أصدقاء في جميع أنحاء العالم يسعون معه وينقلون صوته لأجل تحقيق العدالة للجرائم التي ارتكبت بحق شعبكم العزيز علينا جميعا. عاشت إيران طاهرة من رجس الملالي وإجرامهم، وسيضوي صوت الحرية لكم جميعا على أرض إيران الحضارة والتاريخ والمستقبل الواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماريا معلوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأخوات، نستهل كلمتنا بهذا المؤتمر حول تغيير النظام في إيران، ضرورة لتحقيق الديمقراطية والعدالة في إيران واستتاب الأمن في الشرق الأوسط. هذا الشعار الذي يعتبر هو الشعار البارز الذي يحثنا على التحويل من أجل النضال الثوري ضد النظام داخل إيران نتيجة للانتهاكات الذي يمارسها
النظام ضد المواطنين وضد الناشطين وضد كل إنسان توري يريد حياة حرة في ظل وطنه. نحن في اليمن الكل يعرف بأنه النظام الإيراني هو النظام الذي ما زال وكان يدعم النظام الحوثي في اليمن، والذي حاول على زعزعة الأمن في بلدنا الحبيب اليمن. سجل النظام في خلال 40 عاما العديد من الانتهاكات، منها 120 ألف من أبناء إيران الذين ذهبوا ضحايا وكانوا استشهدوا في ضد هذا القمع الإيراني. بالنسبة للأوضاع الآن بعد جائحة كورونا، يعتبر طبعا بالنسبة للصحة في إيران تحت ظل هذه الجائحة في كورونا، يعمل على إنفاق أي أموال لمكافحة كورونا، يعمل على إنفاق على عدم إنفاق أي أموال لمكافحة كورونا. لقد دمر الاقتصاد النظام الإيراني وجعله على حافة الانهيار بعد جائحة كورونا، بينما النظام في إيران يعمل على دعم بشار الأسد في سوريا ومنحه 30 مليار دولار، بينما المواطن البسيط الإيراني لا يستطيع شراء كمامات ومطهرات. إن ردود الأفعال النظام واستخدامه للقمع والإرهاب ضد المواطنين وضد أي الحريات والانتهاكات الغير قانونية اتجاه الآخرين، يدل هذا على خوفه ورعبه من البديل، ألا وهو المقاومة الإيرانية. إن المذابح التي يرتكبها النظام الإيراني في اليمن والعراق وسوريا لابد أن تأخذ المقاومة الإيرانية خطوة من أجل تغيير هذا النظام، والأمر الذي سيفتح الطريق أمام الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. نحن معكم، نحن معك، ونتمنى أن تظل المقاومة الإيرانية في تقدم وقوة وثبات من أجل النصر ومن أجل استتاب الديمقراطية والعدالة في إيران. شكرا لكم. Thank you.